ما زالت أوروبا تعاني ويلات أزمة تدفق المهاجرين، خاصة مع تفاقمها على خلفية تداعيات جائحة كورونا. العاصمة الفرنسية باريس طالتها إحدى محطات المعاناة مع احتلال مئات المشردين وطالبي اللجوء إحدى ساحاتها للمطالبة بالحصول على مأوى. تراجع اقتصادي فرضته جائحة كورونا زاد من تفاقم أزمة المهاجرين إلى الدول الأوروبية تحديداً. في إحدى ساحات العاصمة الفرنسية باريس، احتل مئات المشردين بمن فيهم طالبو اللجوء، احتلوا الساحة للمطالبة بالحصول على مأوى. ووسط تفاقم أزمة التشرد في المدن الفرنسية التي يتواجد بها المهاجرون بكثرة مثل باريس وكالي ورين، تؤكد منظمات خيرية أن القانون الفرنسي يضمن لكل شخص الحق في المأوى حتى يتم العثور على حل إسكاني أكثر استقراراً. وتطالب بعض تلك المنظمات الحكومية بمصادرة الممتلكات الخاصة والعامة لإنشاء مساكن كريمة للمشردين. نقف إلى جوار من ليس لهم مأوى ونطالب باحترام حقهم في الحصول على مأوى، لأن ذلك جزء من القانون الفرنسي الذي يلزم الدولة بإيواء كل من ليس لهم مأوى إلى حين حصولهم على مساكن مستقرة. عادة ما نقضي الليل في الخارج، وفي بعض الأحيان نبيت في محطات القطارات ونسعى للتواصل مع الخط الساخن لخدمة الطوارئ، ومن يحالفه الحظ يحصل على مكان لقضاء الليل، لكن إذا حدث ذلك فسيكون الشخص مطالبا بمغادرة المكان في اليوم التالي. فرنسا والتي تعد وجهة رئيسية للمهاجرين الأفارقة تواجه مشكلات في هذا الصدد، من أبرزها مطالبة المهاجرين الذين يصلون إليها بفرصة للبحث عن مأوى. في المقابل تقوم الشرطة الفرنسية بشكل مستمر بإزالة مواقع المخيمات غير القانونية في مدن باريس وكالي، ونقل المهاجرين الفارين من الحروب والفقر إلى مراكز استقبال مختلفة في جميع أنحاء البلاد.